عن انا عذر ان اعاني من مرض علشان كذا نكحكح كل شيء اعذروني، ولكن انا بقول شغله مهمه لكل امراء المناطق في السعوديه. كثير من الناس عندهم قناعه في نواياكم وما تقدمون او ما يعني وكل شيء، ولكن اتمنى من كل امير منطقه في المملكه العربيه السعوديه ان كان لديه مشاكل او تاخير بسبب وزارات اخرى ان يكون في قمة الشجاعة ويقول ذلك. بمعنى إذا كان وزير المالية أو وزارة المالية هي من تؤخر تعويضات الناس في 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 الحد الجنوبي، ومن سيخسر القضية في النهاية هو أمير منطقة جازان، فهناك ظلم الأمير. وخير حل اللي أنا أعتقد الواحد وصل له في الأخير أنه الأمير نفسه يطلع للرأي العام ويقول أنه ترى احنا سعين في الحل، ولكن هناك جهة تعطلنا، ويسمي الوزارة ويسمي وزيرها ويسمي الجهة المسؤولة ويسمي مسؤولها. والحقيقة هي حدثت مع ثلاثة أشخاص في المملكة العربية السعودية لهم منا كل التقدير: أمير منطقة نجران، رئيس رعاية الشباب، أمين مدينة الرياض الأمير عبد العزيز بن عياف. هؤلاء الثلاثة طلعوا وقالوا عندنا مشكلة مع وزارة المالية بشكل أو بآخر، بس كان في شجاعة. يعني في النهاية لابد أن نقطع الطريق، نشوف وين المشكلة. يعني هذا نتكلم من نواحي مالية، نتكلم من نواحي قضائية عدلية، سكوك وما سكوك. إذا كانت وزارة العدل استمرت في تشكيل اللجان ولم تعمل شيء حتى الآن، فبالتالي كل هذا ضرر يتوجه على أمارة المنطقة وعلى الوكلاء وعلى كل الناس هناك. الحل هي الشفافية. إذا 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 الشعب إذا أردتم أن تحترموا الشعب عليكم أن تكونوا شفافين فيه. كل مرة ترى نتكلم في هذا البرنامج من واقع وطنية، ما نسعى له هي الشفافية الشفافية الشفافية، ودائما المعلومات الدقيقة، لأن حجب المعلومات يولد كثير من الشائعات. فاصل ونعود لكم بعد قليل.